نسمع. وعن المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر رضي الله عنه وعليه حلة وعلى غلامه مثلها، فسألته عن ذلك. حلة، ايش هي الحلة؟ يعني ثوب للكساء من قطعتين، او بكون خارج وداخله طبقة واحدة نوعية فخمة. هو لابس وملبس مين؟ نعم، الخادم الذي عنده المملوك. ايوه. فسألته عن ذلك فذكر انه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيره بأمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. نعم، طبعا عيره بأمه، هذا قد يفيد شيء أن البشر يمكن أن يخطئوا، وأول من يخطئ نحن. أنا اللي بدرسك، اتعامل معي، رح تجدني أنا بغلط، بشر، ما بخرج عن بشريتي. فبعض الناس بقول لك والله الشيخ الفلان الحمد لله قديش اللي بعرفه 20 سنة عمره الحمد لله ما صار بينه وبينه أي إشكال. شو السبب؟ إنك ما بتتعامل معه. طب تيجي عند درسه بتروق، كيف بده يصير عندك إشكال؟ لا أنت تعاملت معه ولا هو تعامل معك، لكن تعال نتعامل مع بعض، بتلاقي عندي أخطاء. أنا اللي بحكي معك العبد الفقير سفيان عايش، رح تجد عندي أخطاء، مطالب إنك تسامحني وتتحملني، وكذلك العكس، رح أجد عندك أخطاء، مطالب إيش؟ أصبر عليك وأسامحك. هيك بتمشي الحياة. وبالتالي من أكبر الإشكالات اللي بتصير بين الزوجين انه البنت بتفكر انه فارس احلامها اللي جايها بغلطش، هاي بالاحلام، هاي فارس احلام، احلام لا، هذا اللي رح يجيك عنده اخطاء، حتى لو انه لقطة، حتى لو انه لقطة، حتى لو انه اهل ديانة واستقامة، حتى لو اهل ديانة واستقامة، لكن خطأ عن خطأ شماله بيختلف.